السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ وحشتونا النهارده يا بنتي يا هدير. هنعمل ايه؟ طبعا هدير مش موجودة، انا هقول لكم هعمل ايه النهارده. بقى هنعمل ايه يا ولاد؟ كشري، كشري المصري. بس دي كانت قفشة مني بقى عشان هدير مش موجودة وطلعت تجيب حاجة وزمانها هيجي. هقلب الكشري يا جماعة اهو، لان كده كده بنسلق المكرونة. النهارده بقى يا ولاد هحكي لكم قصه جميله جدا. قصه ايه يا ولاد؟ قصه النسر والفرخه. النسر بعد على البيض، حصل زلزال جامد قوي قوي. الزلزال اخد البيض بتاعه، والفرخه بقى نفس الرحله برضه، خدت البيضه اللي عند النسر دحرجتها للفرخه. الفرخه قالت عليها عادي وطلعت البضايع مع البيض بتاعها اللي غدا عليه بتاعت الناس. فالفرخه والنت طبعا البيضه ديت اصبحت الفرخه اللي مطلعاها بقت زي ولاد الفرخه. البيضه بتاعت الناس اللي ماشيه مع الفراخ البط اللي الفرخه مطلعاها، طول ما هم ماشيين يشوفوا النسور فوق في السماء يقول ايه؟ اه لو ابقى نسر وطير زيهم، اه لو ابقى نسر وطير زيهم. هو فعلا نسر يا ولاد، بس ماشي مع اخواته. اخواته الفراخ بقى يبصوا عليه ويضحكوا يقولوا ايه؟ ها ها ها، مش هتقدر، مش هتقدر كتير، لانك انت فرخه، انت فرخه، انت فرخه، انت فرخه، انت فرخه. فالنسر يا عيني بقى محبط، رايح جاي يقول اه لو كنت اعرف اطير، اه لو اعرف اطير، اه لو اعرف اطير. معنى القصه ديت ايه يا جماعه؟ ان احنا ما نحبطش. هو كان عنده هدف، ولو حقق الهدف ده وطار كان بقى نسر، بس عشان هو عايز يبقى فرخه بقى فرخه مبقاش نسر. احنا بنسلق المكرونه يا بنات اهو، انا حطيت المكرونه تتسلق قبل ما افتح الفيديو. ليه؟ عشان ما اطولش عليكم الفيديو يا جماعه. سلسلوا كده المكرونه اهو، دي كده قربت تتسلق. تعالى تعالى ده فص توم يا جماعه، بس هو تحس ان هو بصله، يعني توم ما مديها على بصلايه، فانا بخرطها بالسكينه. بخ حبيبه قلبي جات، مش ناوي تصبحي على الجمهور يا سلسي يا سناء؟ صباح الخير يا جماعة، حشتوني. شاطرة. أنا بقى يا جماعة دلوقتي هنعمل إيه جنب ال بنجان؟ جنب الكشري. هنعمل بنجان. شوفوا يا سناء حافظة إزاي؟ يا سناء حافظة كل حاجة. هنعمل كشري بنجان. Oh.
هي هتضرب الطماطم وهي جايه فريش ولا ما جابش غير دول؟ بس انا خدت كده جاب الطماطم ولا خدت جاب الطماطم؟ ماشي. الطماطم بقى انا هحط الشر ده يا جماعه انا مخزنها في الديب فريزر. الطماطم دي مخزنها في الديب فريزر. ما شاء الله دي كلها يا صلاح بكيسين. صدق ما تستنى في الديب فريزر تيجي ما تكش. هدول يا جماعه بروتين تاني بس كنا متخزنه ومنضربش تحس ان هي زي الصلصه. دلوقتي احنا كده مقلين تقلب كشري يا بنات مقللناها ببصله وبتوم بس فص التوم كان زي البصله ومخرطه قدامكم كده كان كبير. اما يا جماعه في دور ماشيه من دول في الجو بيدغدغ العظم بيموت الواحد بيفشفش الجسم. شوفوا بقى ده كله كان فيا امبارح يا ولاد كنت تعبانه تعب كان فظيع. الحمد لله يا رب الحمد لله الذي شفاني وعافاني. وانت بقى من تعب يا ولاد على ايه بقى؟ على عمايل الكشري. البنات بنات ما رحمونيش كل شويه يما عملنا كشري يما عملنا كشري. قلت لهم ماشي نعمل كشري. ماشي بكشري يمين. يا تيتا عايزه كشري. اهو سامعين؟ يا تيتا عايزه كشري، يا تيتا عايزه كشري. قنبلة عملت بوم، قنبلة عملت تش، تش، قولي كده، شو، أنا عملت بوم، أنا عملت بوم، أنا عملت تش، قنبلة عملت بوم، تش يا بودي تشيتو ايه المكرونه تتصفى كده كده خلاص كده المكرونه استوت يا بني. انا اعمل التش تعمل التش ما يتغدى يا بنات. معلقه كمون العدس بيغلى اهو. حطيت العدس بس انا غسلته حلو قوي قوي وحطيته عشان برضه ما اطولش عليكم وقت الفيديو. في بنات سعوديه طالبين مني العدس كشري المصري فانا بعمله كل خطواتكم قدامكم علشان تشوفوا انا بعمله ايه. يعني كل اللي يخش يا جماعه يركز في الخطوه اللي بعملها ايه عشان في بنات سعوديين طالبين مني خلطه الكشري. جنبه يا بنات بنجان مخلل. هقلي جنب الكشري بنجان مخلل.
الباذنجان كده يا جماعه اهو استوى. فانا مش حابه احرق الباذنجان اكتر من كده علشان ده هيبقى مخلل. هنخلله شاي الرز يا جماعة، رز أبو شعرية ليه يا ولاية؟ للكشري، هنعمل رز بشعرية للكشري. شطه على توم على ليمون على خل على بهارات، 7 بهارات كده هنخلله. ماما هتري جت يا بنات بلكون. ماما 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 كنت فين يا ماما؟ بعمل كشري وبتنجان مخلل. Bye.
هي القوت. نعم. فرق كبير كبير كبير. قاعدة منها من المغرب لحد العشاء. خلصت يا جماعة كتاب الخط. تعملي يا ماما ايه تاني؟ كاميرا يا لو سمحتي. قولي الجزء اللي زي ما انا قلت لك. دي دم خلي الشباب. ممكن بقى نحط الطريقة كده نحط ورقة بنحط التقليبة. بص اعملي الكشري انا مش عايزة اكل بتنجان. كشري بتنجان ويا مرة هيبقى كده. طب ايه بقى التوم ده عشان نعمل دقة الكشري. هعمل دلوقتي يا بنات دقة الكشري. دقة الكشري بتبقى عبارة عن ايه؟ عن خل وليمون وماء وطوم. اهو شوية خل اهو. نص المية اهي. الطوم اهو مشقاه. أصبح عندنا إيه؟ الدقة بتاعت الكشري سهلة وبسيطة جدا كده. أصبح عندنا إيه يا هدير؟ دقة ال ما هو أنت مش مركزة معايا. دقة الكشري دي بتاكل بس كاراتيه وشيبسي من ورايا وتجري. أوكي يا عم دي مش مركزه معايا يا بنات في اي شيء. هنعمل بقى دلوقتي الشطه الاخرى عشان يبقى كده عاملاه في كل حاجه بتاعت اعملي اه الشطه واعملي الدقه واعملي كشري بنفس. دورك ايه؟ اعملي يا ام. قولي لي دورك ايه؟ اعملي قولي لي قولي لي يا ام. وانت كده كده هتكسب مش تاكل مني. اعملي يا ام. قولي لي قولي لي انت دورك ايه؟ اعملي. انت بكل في الكل يا صدقي ده ريحه اخرى حلوه. انت بكل في الكل يا شم كده. الله شم كده. عايزه ملح؟ مظبوطه ملح؟ اعمل ايه؟ طيب اصبح عندنا ايه يا بنات؟ يا بنات يا بنات يا بنات اللي ما خلفش بنات ما تخافش مني يا بنات. حلوه الايام في عينيا علشان خلف عينيا. اعملوا دقة الشط يا بنات. دي الشطة. الشطة بقول لكم عاملوكم الدقة بتاع الشطة ذات نفسها عشان ما تقولوش ماما حياة سابت حاجة. أنا كده كده عملت لكم الخطوات كلها زي ما الكتاب قال. طريقة الدقة بتاعت الشطة ديت ايه يا بنات؟ شفتوا التخديعة بتاعت الكشري الاساسيه اللي انا عاملاها من قيمه شويه. خدت منها طبق زي كده وطبق ميه وحطيته وحطيت الشطه فوقها واظبط ملحها بس ما عليك الا تظبطي ملحها وانت مش عايزه حاجه تانية غير كده. يبقى انت كده عملت دقه الشطه. عملنا ايه دلوقتي؟ دقه الشطه ايه؟ وعملنا دلوقتي ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الخل والشط كده. ده الرز اهو طبق.
كده بقى نعمل احلى طبق وارجو لكم الرز بالشكل ازاي بتكاته وحركات وكل اللي ما فيه. الشطه وكل حاجه خلص. خدوا ايش تعالي كده شوفي دي. اوه رجعنا يا امي. يلا خلينا نرفع الصينيه. يلا يا جدعان هات شويه عدس هري. ده طبق التقديم يا بنات. ومع السلامه. مع السلامه. مع السلامه. ودي يا امم شويه صلصه برضه. واو ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. مع السلامة. مع السلامة. كده مش ناقص حاجة بقى غير ايه تحطوا بقى ايه الدقات يا جماعة وتحطوا اللايك كمان. حطوا لايك.